الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. وإياك شيخ. بسم الله. شكرا الله لك. فيا هنيئا لك يا فضيلة الشيخ أسامة ابن جبل حفظك الله ذخرا للإسلام والمسلمين وعوضك الله خيرا مما أخذ منك، فقد ابتلاك الله بحبيبتيك أعني عينيك. والرسول يقول قال الله عز وجل من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فهنيئا لك والحمد لله على صبرك وعلى نفسك الراضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولتشكر الله على ما من به عليك، فقد أغلق عليك ديوان من الدواوين التي سنسأل عنها، إذ الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأغلق عليك باب السؤال عن البصر، بل أنت مأجور على ما ابتليت به. جزاك الله خيرا على ما عطرت به مجالسنا وعلى ما أدخلت في أذاننا من كتاب الله. فإذا سألنا ربنا ماذا استمعتم، نقول استمعنا إلى كتابك يتلى، استمعنا إلى كتابك يرتل، فهذا من أعظم النعم، فالحمد لله. ثم الشكر موصول لك يا شيخ أسامة على ما تفضلت به، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.